Colombia. على هونك يا محمد نور. أم محمد نور يبا اعتزل ذا الحين، ما في إلا تيسير الجاسم، نواف العابد، فهد المولد، يحيى الشهري. الله يوفقكم إن شاء الله بكأس العالم، هم وزملائهم اللاعبين إن شاء الله. هاي بضاعة الصراف، رح اسحب لي 2000 ريال وجبهم وأنا أخذ لي شيء. ولا هلا لا أبشر يبا، بس تراني مواعد شكش أبمشي أنا وياه، يعني بتأخر شوي. أمشي وما يخالف، سوي اللي تبي، بس المهم الفلوس يجيني قبل إذن المغرب. ما طلبت شيء يبا، أبشر بعزك. صح عليك يا هو. أنت مو بصح عليك، وش اللبس اللي لابسه؟ إيش بوش فيه؟ وش هاللون؟ تبي تفضحنا؟ ما نماشي معك. صلي على النبي يا صلي على النبي، إيش بو اللون؟ وردي، ما لقيت إلا وردي، كان أخذت أزرق، أصفر، أحمر، أخضر. يا أبوي أمي جابت لي هو، تبغاني أقول لها مو حلو؟ هيا خلنا نهرول بس لا أكثر كلامك. خلاص، مشينا نهرول يا بينك بانثر. خلاص يا ابويا ما ابغى هرول يا ابويا، ركبي بدل طقطق. اركب كبيله تشحيم. اقول لك تعال ريح شويه. اسمع، عندي لك خلطه على كيف كيفك، تضبط مع ركبك. اما ايش هي؟ شفت ليت الخروف؟ ايوه. تاخذها وتحطها على النار الين ما تذوب وتصير دهنه، تاخذ معها حبه سوداء تخلطها ببعض، هم بالليل تدهن مره وبالصبح تدهن مره. يا واد شكلها حسويها، انت مجربها؟ لا. طب احد جربها ومدحها لك؟ لا. طب ايش دراك؟ قريتها بجروب بالواتساب. اها، قلت لي جروب واتساب، اقول تعال نريح شويه، خلاص انا تعبت. الولد هذا وش فيه يصيح؟ مشينا له. وش اسمك؟ عايض. وش اسم ابوك؟ عبد الله. إذا ما خاب ظني الولد هذا ضايع. ما كنا تأخر عايض. إي والله تأخر، بس على جية إن شاء الله. ها حبيبي، عرفت مكان بيتكم؟ لا. هاي انت يا فقي، أتذكر من بيتكم. تستهبل أنت يا شكوش، ما هو بكذا، لا ترفع صوتك على البزر، بشويش بشويش عشان يركز. يا أبوي أبغى يتذكر، تعبنا. إي بس كذا تشوش على تفكيره، بهدوء. ها أبوي، بيتكم من هنا ولا من هنا ولا من الشارع الثاني؟ مدري. إلى متى يا أخي؟ إلى متى وأنت قد تفرف فينا في الشوارع؟ ما تفهم أنت؟ ما تفهم؟ دوبك تنصحني تقول لا ترفع صوتك، ليه ترفع صوتك؟ نسيت. إيش نسيت يا أبوي؟ تعبنا ذا. يا أبوي اسكت، أنت نافورة جدة ذي اللي فوق راسك. خيل أديك على خشمك. ترى بقلب عليك، تفهم ولا ما تفهم؟ ذكرت، ذاك هو بيتي. هذاك هو؟ هذا هو، هذا هو جاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ولدكم؟ لعنت الله على شيطانك من بزر، وين كنت؟ لنا ساعتين ندورك. كنت ألعب بعد. أقول راح امشي وانقلع، يلا اتحرك عند أمك. طيب بسرعة تحرر. استعوذ بالشيطان. خف علي يا الحبيب، هذا بزر، وبعدين في أطفال يروحون ولا يرجعون، احمد ربك. بيض الله وجيهكم، والله أنكم ما قصرتم. حق واجب يا أبويا. أنا طالبكم القهوة. ورانا هرولة. يا رجال هذا واجبكم، الله يرحم والديكم، قهوتكم جاهزة. بيض الله وجهك يا أبويا، لا ما يمدينا. أقرطوا أقرطوا، يلا حيا. حياكم الله. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا يا هلا والله ومرحبا، حياكم الله. الله يحييك، ما شاء الله بيت عامر. هلا هلا. دم خويك. يلا قسما بالله لو تتكلم ولا تمسس، والله لا فرغ ذا كله في راسك انت وياه. فهم؟ وش السالفة؟ اقول كلتمن ولا كلمة ولا اسمع نفس، تفهم؟ ايش هالشيء يا ابويا؟ اسكت ولا كلمة. هذا جزاتنا، نرجع لكم ولدكم، واخر شيء تسوون فينا كذا. راح جيب الحمد بسرعة فاضيلة، ترى ورانا ناس ينشد فيهم الظهر. ولا كلمة. اسكت انت، بلعها احسن. يلا جم خويك، جم خويك، ظهرك بظهره رجل علي. انضم جنبه. بس ولا كلمة. اسمع لك نفس انحر، تفهم؟ طلع جوالك بسرعة. وجوالك وجوالك. وش تبي؟ ولا كلمة. هذا احفظهم بسرعة بسرعة. وين بوكك؟ ما
ما معي بوك. وين بوكك؟ طلعها احسن لك. وانت وين بوكك؟ ولا كلمة. ما بي بعد هو بطاقته في الوجه. وين صرافته؟ هذه هي صرافاته. امسك. لا تتحرك. خيف انت الثاني. تعود من الشيطان. بسرعه بسرعه بسرعه. ها الصرافه سريع. حسبي الله عليك من بزر يا وجه النكبه. اسكت ولا كلمه. ها وينك؟ وصلت؟ انا وصلت المكان. لحظه شوي. منو فيكم اسمه عامر؟ مو انا، هذا عامر. والله اني داري انك رخمه، كعيت على طول يا ورع. يا ابوي من خاف سلم. خلصنا انت وياه، عادي بسرعه رقم السري. تخاسه وتعقب اعطيك رقم الصراف. اخاسه وعقب. 1-3-1-3. 1-3-1-3. بطاقة الثانية. 2-4-2-4. سمعته؟ 2-4-2-4. معاك معاك ماني مسكر. يلا اسحب سريع. سحبت؟ اوكي يا بطل. يلا سريع تعال. اخذنا فلوسكم، راح استمتع فيها. وانت خليك يا هياط، انت وخويك، خلي هياطك ينفع. فاهم؟ مجع. احنا قال له يسحب 2000. يروح يسحب 5. حد مسكر جواله؟ وش السالفه يا ابو عامر؟ السالفه ولد قلت له يسحب 2000، سحب 5000 وساكن جواله ما يرد. خليني بكلمه بعد. بعدها مقفل. يمكن مشكله بالشبكه. انتظر وارجع دق مره ثانيه. لا يوم الظاهر اخذ الفلوس وسافر فيها. يحبك للفتنه على اخوك. قولي كلمه طيبه ولا اسكتي. هي ما انا ما قلت شيء، قلت سافر. عجيب هالولد. تكفى الله يرحم والديك، فكنا، وانا اوعدك اننا نستر عليك وما نعلم احد. حركات قديمه، انتم كان غيرك اشطر. مو بعيب عليك تسوي الحركات ذي قدام ولدك، ما تخاف اذا كبر يصير مثلك حرامي. وش قلت؟ قسما بالله لو ما تسكت لا افرغ في وجهك بدل رجلك. خلاص خله يصير حرامي. ايوه جبت الفلوس؟ عليك. كفو والله. هيه وين رايح انت؟ اخذت عزتك وفلوسك فكنا. اقول انطم ولا كلمه ما تفهم انت؟ ابوي ما تخاف والله انت فكونا. قلت ابن ابو راح جيب عايد. الحقونا يا ورع. تعال هاي تعال. عجل انت. طيب عجل بسرعه مشينا. بطل والله بطل والله كينج. امش من امش من امش ما حد ضبط الدار مثلك. امش ها عسرد ما رد. اشغلني هالولد اشغلني. هو ما قال لك وين بيروح؟ الا قال لي يبي يروح يمشي مع صاحبه ولا خلصوا ماشيين يبي يجيب لي الفلوس. وهذا اخدر بالضيف، لكن انا بروح للممشى ادوره هناك فيه. عسى خير يا رب. عسى خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليفه. هلا والله بعامر. عشت عامر؟ عامر ما خاب ظني لمحته مع شكش. وين راح؟ وين بيروحون غير استراحتهم ذي؟ راحوا للاستراحة. ايه يا ابو عامر. الحين وش السوات؟ ايش السوات؟ اسأل نفسك. وش دخلني انا؟ كيف ايش دخلك ابويا؟ انت اللي قلت خلينا نساعد البزر يا بزر. اقول اسكت
اسكت لا فقع وجهك الحين، تفهم ولا لا؟ يا ابوي روح فك نفسك بعدين تعال فقع، يلا فقع. انا اوريك، انا اوريك. لا تضرب، لا تضرب. ما حد جاء منور الا خطتك البايخه. وين عامر؟ ما شفناه يا عم. ما جاكم اليوم؟ لا لا ما جانا اليوم. الله يخلف عليك. أنا يا بزر. انا اوريك، انا اوريك يا بزر. تعال يا طبس وهايبي. اهدى 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 اهدى. من بزر؟ اهدى من بزر؟ من بزر؟ انا والله يا ابو عامر خرج من قبل العصر وللان ما رجع. خير؟ ايش فيه؟ عجيب، وين راحوا؟ اقول لك خليني اتصل بكم. قفل الجوال. المسألة فيها ان من البزر؟ من البزر؟ انا البزر. من البزر؟ والله انا البزر. من البزر؟ من البزر؟ ها؟ من البزر؟ والله انا البزر. ايه الحين سكت ها؟ تو تهايط يا مربطين. لحظة، رجع داخل. لعدت هاي، تفهم ولا ما تفهم؟ خلاص؟ خلاص كل تبن كان غيرك اشطر يا ورع. حب راسي، حب يدي. الو الشرطه، توني جاي من السفر، لقيت الباب مفتوح والظهر من السوق، اكيد في حراميه. طيب اوكي. شكلهم رجعوا. وش الصوت الحين؟ ما ادري. وش رايك نهج؟ لا لا لا، شكله برا يستنال بالمسدس. يا غبي انت، اكيد انه جاء وشاف ما في احد وراح. تشوف كذا؟ يا هذه فرصتنا، يلا خلنا نهج. يلا خلنا نفقع. اقسم بالله اننا مظلومين وغدروا فينا وما قلنا لك الا الصدق. كل اللي سويناه انه لقينا ولد ضايع وبحسن النيه مننا ودينا البيت اللي قال عنه. اسمع انت وياه، لا تجلس تزيد وتعيد وتبكبك. والله العظيم قال الحرامي حلف قال جاك الفرج. تفضل. طال عمرك في موضوع مهم ولازم تجي تشوفه. يا شباب جوالات العيال مقفلة للحين. أنا صراحة بديت أقلق، لا إنا ولا أهاليهم سمعنا عنهم خبر، لازم نشوف لنا صرفة. يا أخي لا يكون مسافرين ورايحين يفلونها ومسوي فيها مفقودين. خليفة أسكت لا تضحك، خلي مخك أكبر من كذا. الحين عندي فكرة يا عيال، إيش رأيك بننزل صورهم في تويتر والسناب والإنستغرام كل التواصل الاجتماعي ونخلي العالم يدورون معنا، وإذا حصلوهم أكيد بيعطونا خبر. تبينا نفضحهم؟ لا لا أنا أشوف ما نستعجل، خلنا نسأل ولد عمه صالح ولا ندور من هنا ولا من هنا. هذا ولدي وانا عارفه تربيتي ما يسوي كذا. حسبي الله على من ظلمه. هدي يما هدي، الله يخليك. خلاص ان شاء الله بتتيسر. وين بيروحون هالمجرمين؟ وين بيروحون؟ يبي يصير دورهم صيد تربيله.
السلام عليكم. وعليكم السلام. يقولون لقوا عامر وشكش. ايه الحمد لله لقوهم امورهم طيبة. امورهم طيبة. بس سمعنا ان قافطينهم وهم يسرقون فلة واحد مسافر. اتخسى وتعقب وخلي عنك السوالف ذي يا الشينة، فاهم ولا لا؟ ولا عاد تجي استراحتنا مرة ثانية. هيا انقلع. وهو صادق، قم اطلع برا. المرة الأولى جاي تقول انهم مسافرين من ورا اهلهم وفالينا، المرة هذه جاي تتهمهم بالسرقة. قم اطلع برا. هيا قم اطلع برا. يلا قم اطلع برا. قم خلط برا. يلا اطلع برا. اطلع يلا برا. اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. اطلع برا. يلا يلا روح. هوريك انت وياه. تعال اقعد. كاذب. زين ان صاحب البيت مركب كاميرات خارجية وداخلية، وحنا شفنا اشكال المجرمين وكانت واضحة بالفيديو، وهذا الشيء بيساعدنا كثير بالقبض عليهم. طبعا عيالنا ان شاء الله ما عليهم شيء. ما عليهم شيء باذن الله، واضح ان عيالكم كانوا مجرد صيدة للمجرمين، واما الطفل مجرد طعم عشانهم بس يعني. عموما تقدرون تاخذونهم الحين وتمشون. طيب والإصابات اللي تعرضوا عليها الأولاد؟ لا 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 تشيل هم، صاحب البيت استعد إنه يعوضكم وبيمركم بعد كم يوم إن شاء الله. اركض بديتي.